بسم الله الرحمن الرحيم. بناتي وابنائي الاعزاء، اهلا بيكم مع محاضره جديده من سلسله محاضراتنا في مقرر الهيستولوجي والجيناتيك. النهارده هنكمل محاضراتنا في السكن، وهناخد مع بعض الريسبتورز او النيرف ريسبتورز. محاضره سهله بسيطه هنتكلم فيها عن النون كابسوليتد نيرف اندنجز والانكابسوليتد نيرف اندنجز. السكن سنسيشن، البين والتمبريتشر والتاتش. التاتش انواع، في الديب تاتش، في التكتايل تاتش، وفي الهير موفمنت والديب بريشر والفايبريشن سنس. دي السنسيشنز او معظم السنسيشنز اللي ممكن تتنقل لنا عن طريق السكن. هل كل السنسيشنز دي تتنقل على ريسبتور واحد؟ طبعا صعب حسب الموديولاريتي اللي اتخذتها في الفيسيولوجي. طبعا كل سنسيشن وليه ريسبتور، لكن في ريسبتورز بتشترك مع بعضها في سنسيشنز مختلفه. هنعرف الكلام ده من خلال المحاضره. هذا النيرف فايبر، هذا النيرف فايبر رايح مش جاي، رايح للسي ان اس، يعني شايل السنسيشن للسي ان اس. بيبقى عاده مايلين، بيبقى لازم يكون مايلينيتد فايبر. هذا المايلينيتد فايبر عشان يعمل ريسبتور ياخد بيه السنسيشن من الانفايرمنت بتاعتنا، هيعمل ايه؟ رقم واحد لازم يتخلى عن المايلين شيس ويبقى نيكد فايبر. رقم اتنين يعمل برانشنج علشان يجيب سنسيشن من اكبر مساحه ممكنه، يبقى رقم واحد هيبقى نيكد فايبر. رقم اتنين الجزء النيكد ده هيعمل اربريزيشن، يعني هينتشر او هيتوزع على مساحه كبيره من السكن، يبقى دي بنسميها برانشز. في نهايه هذه البرانشز هيحصل اكسبانشن بالشكل ده، فبنسميها اكسباندد اند. هي دي اللي بتعمل السنسيشن، هي دي اللي فيها الكيميكال ترانسميترز اللي هتتغير لما يحصل تغيير في البيئه اللي حواليه. مره تاني، ده النيرف فايبر هيبقى نيكد فايبر، وبعدين يحصل برانشنج، وبعدين بلب بالشكل ده بنسميها اكسباندد اند. الاستراكشر ده كده على بعضيه بنسميه فري نيرف اندنج. هذا الفري نيرف اندنج سنسيتيف للبين وللتمبريتشر. هل موجود في السكن بتاعنا فري نيرف اندنجز؟ احنا اخدناها في محاضره السكن. طبعا السكن بتاعنا مليان فري نيرف اندنجز على اساس ينقل لنا البين وينقل لنا التمبريتشر. لو هذه الفري نيرف اندنجز صادفت وقابلت شعرايه، بص شوف هتعمل ايه حوالين الشعرايه، هتلف حوالين الشعرايه ونسميها ايه؟ ونسميها بريتريكيال نيرف اندنجز، ودي سنسيتيف للتاتش وسنسيتيف للهير موفمنت. يبقى هو نفس الفري نيرف اندنجز دي، لكن لو لفت على جذع شعرايه او نهايه شعرايه او الاند بالب اوف هير هتعمل البريتريكيال نيرف اندنجز. طب لو لقيت ميركل سيل، فاكرين الميركل سيل اللي احنا شرحناها في محاضره السكن؟ هيجي تحت الميركل سيل ويعمل البال، يكبر البالب دي شويه ونسميها ميركلز ديسك. البالب دي هنسميها ايه؟ ميركلز ديسك. يبقى احنا اتكلمنا عن كام نوع دلوقتي من انواع النيرف فايبرز، وكلهم سنسيتيف للتاتش، وفي بعضهم سنسيتيف للتمبريتشر، وبعضهم سنسيتيف للبين. اتكلمنا عن ثلاثه، الثلاثه دول لون كبسول. احنا شايفين لون كبسول ولا هي مجرد نيرف اندنجز؟ لا، مجرد نيرف اندنجز، فبنسميهم نون كبسوليتد نيرف اندنجز. فري نيرف اندنجز، بريتريكيال نيرف اندنجز، وميركلز ديسك. طيب لو النيرف فايبر ده اخوه يعني ماشي كده ولقى كبسول، برضه هيعمل من نفسه نيكد نيرف فايبر. لو لقى كبسول هو نفس النيرف اخوه، يعني اخو النيرف فايبر ده مايلينيت نيرف فايبر، لو ماشي كده ولقى كبسول برضه قبل ما يدخل الكبسول لازم يعمل ايه؟ يشيل المايلين شيس ونسميه نيكد فايبر. لما يلاقي الكبسول هيعمل بنتريشن لهذه الكبسول، ونسمي النيرف اندنجز في الحاله دي انكابسوليتد نيرف اندنجز. يدخل جوه، لو لقى شوانسل هيضطر يعمل يمشي منها ومن بعضها في شكل زجزاج كده او سبايرال مانر، ونسمي الاستراكشر ده في الحاله دي طبعا ده الشوانسل، ومعاه الفايبروبلاست هنسميه ايه؟ نسميه ميسنرز كورباسل. يبقى هي الميسنرز كورباسل، الميسنرز كورباسل عباره عن كبسول من الكونكتيف تيشو في جواها فلويد، وبعدين مجموعه من الشوانسل ومعاها الفايبروبلاست، والنيرف فايبر بيدخل جواها في شكل سبايرال. الكبسول اللي هي مدوره شويه دي النيرف فايبر هيدخل فيها يعمل ايه؟ شوف كده هيعمل برانشز، وفي نهايه البرانشز في برضه الاكسباندد اند بتاعتنا، ده معاه شويه فايبروبلاست وكولاجين فايبر، وطبعا في فلويد هيبقى سنسيتيف للتاتش سنسيشن. لو لقى كبسول بالمنظر الحلو ده برضه هيعمل فيها برانشنج بالشكل ده ونسميه رافيني كورباسل. يبقى دي كروز اند بالب ودي اسمها الرافيني كورباسل. لكن لو لقى الكبسول بتاعتنا راوندد كده هيدخل جواه هيبقى سراوندد بلايرز من الكونكتيف تيشو ولايرز من الفايبروبلاست ونسميه باسينيان كورباسل. يبقى الانكابسوليتد نيرف اندنجز اربع انواع: ميسنرز كورباسل، كروز اند بالب، رافيني كورباسل،
وباسينيان كورباسل. يبقى لما تلاقي كلمه كورباسل يبقى كبسوليتد، لما يكونش في كورباسل يبقى نان كبسوليتد. يبقى انا عندي الفري نيرف اندكس كام نوع؟ 7 انواع، 3 نان كبسوليتد و4 كبسوليتد. الثلاثه ممكن تقول عليهم فري نيرف اندكس، فري نيرف اندكس بس، ولا هي لفت حوالين شعرايه فهنسميها بريتريكيال نيرف اندكس، ولا هي ثبتت نفسها تحت واحده من الميركلز سيلز فهنسميها ميركلز ديسك. بالنسبه للكابسوليتد او الانكابسوليتد، يا اما ميسنرز كورباسل ودي النير فايبر بيبقى سبايرال، يا اما كروز اند بالب، يا اما رافينو كورباسل، يا اما باسينيان كورباسل. لما تيجي نشوفهم تاني، ادي الميسنرز كورباسل زي ما قلنا في الاوسبي، وادي الكروز اند بالب، وادي الرافيني كورباسل، وادي الباسينيان. الفري نيرف اندكس قلنا ان هو موجود في الابيديرمس اوف ذا سكن، وموجود في الكورنيا، وفي الاورال كافيتي، وفي الكونكتيف تيشو. ده بيبقى سنسيتيف لايه؟ سنسيتيف للبين والتمبريتشر. البريتريكيال نيرف اندكس قلنا دي اللي موجوده حوالين الهير فوليكل، اللي موجوده حوالين الهير فوليكل هتبقى سنسيتيف لايه؟ للتاتش والهير موفمنت. الميركل ديسك قلنا ده اللي موجود تحت الميركل سيلز، والميركل سيلز دي موجوده فين؟ موجوده في الاستراتام جيرمناتيفيا. سنسيتيف لايه؟ للتاتش سنسيشن. يبقى احنا اتكلمنا دلوقتي عن كام سنسيشن؟ اتكلمنا عن البين والتمبريتشر، اتكلمنا عن التاتش والهير موفمنت، واتكلمنا عن التاتش سنسيشن في الميركل ديسك. لو روحنا للانكابسوليتد هنلاقي الميسنرز كورباسل. الميسنر ذكر باسل دي مهمة جدا لان موجودة في الديرمال بابيلي بتاع البالم، يعني هي اللي هتنقل الاحساس الدقيق، والسول اوف ذا فوت واللبس والاكسترنال جينيتاليا والنبل والايلتس. لكن نوع معين من التاتش بنسميه تاكتايل ديسكريمينيشن. يعني ايه تاكتايل ديسكريمينيشن؟ يعني اغمض عيني كده واقول دي كيبورد، ده الماوس، دي بلاستيك، دي حديد، دي نحاس، دي قماش، القماش ده نوعه ايه؟ يبقى دي بسميها تاكتايل discrimination. مين اللي بينقل التكتايل discrimination ده؟ الميسنرز كورباسل. بتتكون من ايه الميسنرز كورباسل؟ زي ما احنا قلناها في اول المحاضرة، دي طبعا بتجينا في الاوسبي كتير جدا، ودي برضو هي كمان الكلوز اند بالب. الكلوز اند بالب موجودة فين؟ في البابيلي اوف سكين. فاكرين يعني ايه البابيلي اوف سكين؟ طبعا فاكرين. وفي الكونكتيف تيشو اوف ذا ميوكاس ميمبرين بتاع الاكسترنال جينيتاليا والتانج والماوث والكونجنك تايب. كونجنك تايب اللي هي مغطية بياض العين، في لاير كده من الابيثيليوم ما انتش شايفها طبعا، اللي بتحمر لما عيني تحمر، هي دي بنسميها الكونجنكتايف. الكونجنكتايف دي موجود فيها كروز اند بالب. ليه؟ لان هي سنسيتيف للديب بريشر، يعني لما اضغط على عيني كده اللي هينقل السنسيشن في الوقت ده هو الكروز اند بالب. الرافينيو كورباسل ده موجود في الديرمس والهايبوديرمس، في الاثنين، في النيل بيدز يعني تحت الضفر كده، ما هو اسمها نيل بيدز، وفي الجوينت كبسول يعني بره السكن خالص، يعني موجود في اماكن اخرى. الاستراكشر بتاعه وصفناه لما اتكلمنا عنه في اول المحاضره. سنسيتيف لمين؟ للاستريتش والبريشر، يعني لو اشد السكن او اضغط عليه اللي هينقل السنسيشن ده مين؟ هو الرافيني كورباسل. اما الباسينيان كورباسل اللي بتوع الهيستولوجي دايما يحبوا يشبهوها بالبصله المقطوعه او السلايس اونيون، موجوده فين؟ موجوده في الديرمس، وموجوده في اماكن اخرى كتير جدا، لكن اللي يهمنا النهارده هي موجوده في الديرمس والهايبوديرمس. سنسيتيف لايه؟ للبريشر والتاتش والفايبريشن سنس. دي اللي هي مين؟ الباسينيوم كورباسل. شكلها ايه؟ قلنا ان هي عباره عن نيرف اندكس وحواليه ليرز من الكونكتيف تيشو والفايبر بلاست، وموجود جواها فلويد طبعا، في كبسول، لان الشكل بسميها كبسوليت. دي اللي هي الباسينيوم كورباسل. المحاضره مش في حاجه تلخص، لكن هنلخصها في ايه؟ في التيبل ده. حفظنا التيبل ده يبقى احنا خلصنا النيرف اندكس اوف ذا سكن، ودي الصوره اللي ممكن شبهها او هي او اجزاء منها تجيلنا في الاوسبي. نبص على الام سي كيو. اكيد كلنا عرفنا الاجابات، لكن نراجع مع بعض. في النهاية بقولك شكرا جزيلا، ويا رب المحاضرة تكون مفيدة، ونتقابل ان شاء الله مع محاضرة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.